اهلا بيك استاذ محمد، برحب بحضرتك وبكل مشاهدي الاهلي الليله في كل مكان. زي ما حضرتك قلت، ادى الفريق الاول بالنادي الاهلي مرونه الاخير استعدادا لمواجهه الغد امام وادي دجله، واللي هتنطلق ان شاء الله في تمام الثامنه مساء في اطار مباراه الاسبوع ال20 من مؤسسات الدوري العام. التمرين بدا النهارده الساعه 4 عصرا واستمر لقرابه الساعه وربع. قد جميع اللاعبين المران بشكل طبيعي جدا باستثناء احمد فتحي وليد ازاري اللي اكتفوا بالجري حوالين الملعب والتدرب في الجيم في قبل المران. في لعب حسام عاشور ومران محسن واحمد الشيخ بعد التدريبات العلاجيه مع كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. بدا المران بعد التدريبات البدنيه الخفيفه باستخدام القرى، وبعد كده تم تقسيم الفريق اللاعبين لثلاث مجموعات ادوا التمرين مع مدرب الاحمال. بعد كده تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، مجموعه ضمت المهاجمين وكانت بقرها كابتن سامي عصام وكابتن سباستيان مدرب الفريق، بينما قاد مجموعه المدافعين والوسط كابتن محمد يوسف المدرب العام ومستر لافارت المدير الفني لتحفيز بعض الجمل اللي هيتم تطبيقها باذن الله في مباراه الغد. خطوط المران بعمل تقسيمه في نفس الملعب، ركز خلال الجهاز الفني على بعض الجمل الخططيه وبعض الجمل المتفق عليها في تنفيذ بعض الكرات الثابته او العرضيه هيتم تنفيذها ان شاء الله خلال المباريات المقبله. فيما أدى حراس المرمى التدريب بشكل منفصل مع كابتن طارق سليمان، يمكن كان موجود شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، والحارسين الصاعدين مصطفى شبير وأحمد طارق سليمان. بعد انتهاء المران أعلن المدير الفني الأخير في قائمة المباراة اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل، ومن ثم توجه اللاعبين واتخذوا الأتوبيس الخاص بالفريق للمبيت بفندق الإقامة قبل مباراة الغد بإذن الله. طيب زميلنا عايزين نعرف منك، زميلنا كمان محمد توفيق، عن التفاصيل الأكثر اللي ممكن تسعد جماهيرنا ومشاهدينا اللي بيسمعوك دلوقتي عن حجم أو عدد اللاعبين اللي خلاص يعني تقريبا جاهزين، ومسألة اختيارهم أو دخولهم في المباريات بإذن الله شبه محسومة خلال الساعات أو الأيام القليلة اللي جاية. تكلمنا عن جاهزية واقتراب عودة ودخول فتحي وأزار وهم من النجوم المؤثرين جدا في الفريق إلى المباريات وتجهيزهم بدنيا. مين تاني من اللاعبين نقول إنهم تخطوا مرحلة الإصابة وبرنامج العلاج وإنهم بيجهزوا دلوقتي بدنيا بس؟ زي ما حضرتك قلت، يمكن لسه احمد فتحي وليد ازار قدامهم بعض الوقت اللي هم لسه بيستخدموا مرحله الجدع حول الملعب، يمكن حسام عاشور واحمد الشيخ ومروان محسن هم اللي عملوا تمام ان شاء الله يمكن خلال اسبوعين يكونوا موجودين ان شاء الله على مقاربه رابعه بشكل كامل في التدريبات الجماعيه مع الفريق، بيشارك بشكل اكثر من رائع ويمكن يتمرن الفترة دي التمرين كامل. عمرو جلال برضه داخل بشكل كويس، ربنا يسهل بإمكانية ضمهم للصانع المحلية في الفترة القادمة. أكثر من لاعب جيرالد النهارده ظهر بأداء أكثر من رائع خلال المباراة، وصلاح محسن برضه اتمرن بشكل كامل مع الفريق. بدليل إنهم في قائمة المباراة، بدليل إن صلاح محسن. الله يكون لكم نصيب في المشاركة دي. بشكرك جدا زميلنا محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي على